أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كيبورد، وستشاهدون في هذه الحلقة: حارس البن والهوية اليمنية يرحل تاركا وراءه ثروة معرفية متكاملة وقلوبا حزينة لرحيله، وما زال الاحتفال الفبرائي مستمر وهذه المرة في صنعاء. عدن، احتفالات حياة تعيد للمدينة بهجتها المسلوبة، وفي ألتشيفت عيد الحب لدى اليمنيين، وفي ديلات اللجنة الثورية للحوثيين وتزوير شيكات تصل ل 100 مليون ريال. أما في تاتش، عمارة للطريق لا توجد إلا بكوكب اليابان. ما هي هذه العمارة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ ابقوا معنا لتعرفوا. من منا لم يكبر على أغنية ألا جينا نحييكم ونسمر معاكم، وأغنية أنا يا بوي أنا خطر غصن القنا، وما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع، وغيرها من الملاحم الغنائية البديعة لشاعر اليمن وأديبها ومؤرخها الكبير مطهر الإرياني. حارس البن والهوية اليمنية يرحل عنها تاركا ثروة معرفية متكاملة في الأدب والفن والتاريخ والترجمة وغيرها، وحزنا كبيرا بفقدانه. مطهر الإرياني قد يكون الموت غيبه عنا، ولكنه سيظل خالدا فينا وبأجيال أخرى بكلماته وأنغامه وأعماله. ما أن انتشر خبر وفاته حتى تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص الفيسبوك إلى ساحة عزاء كبيرة. اخترنا لكم بعض هذه المنشورات، ونبدأ بمنشور للناشط سنحان سنحان. نشوف ماذا كتب سنحان. سنحان كتب: مات التبع اليمني وآخر الأقيال، مات حارس الهوية اليمنية، مات مطهر بن علي الإرياني، مات حارس البن في وادي سبا، مات صانع البالة، مات كاتب المجد والألم، مات أبونا العظيم وأستاذ الأجيال مطهر بن علي الإرياني. كيف سنقول لليمن حين تصلها جسدا على نعش: راجع أنا يا بلادي يا ديار الهنا، يا جنتي في حياتي يا أمي الغالية، حزين وباكي عليك يا نجم اليمن العظيم. وكما ترون أرفق سنحان منشوره بصورة للكاتب مطهر الإيراني. أما حمود الحقب أيضا كتب عن الموضوع، نشوف ماذا كتب حمود. كتب: سيفتقدك الحب ويبكيك البن ويشتاقك التاريخ، وتترحم عليك الأرض الخضراء ويودعك الجبل. المجد والرحمة لك والألم لنا يا مطهر علي الإرياني، يا ابن القفر العظيم. والآن نترككم مع مقطع قصير لإحدى أغانيه، نتابع. حارس البن في وادي سبا، خير غافل ساحل العقل والعين. حارس البن في وادي سبا، خير غافل ساحل العقل والعين. يحسبه الأعاجم قصير السن جاهل، يحسبه الأعاجم قصير السن جاهل. أين هم من ذكاء، أين هم من ذكاء، أين هم، أين هم من ذكاء. الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 11 من فبراير ما يزال مستمر، وهذه المرة في صنعاء. قام الناشط زياد الجابري بنشر صور لنساء خرجنا للاحتفال بشوارع صنعاء، نشاهد. هذه هي الصور التي قام نشرها الزميل زياد، وكتب أنها لنساء خرجنا للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 11 من فبراير المجيدة. ورغم التجديد الذي نعرف أنه يقوم الحوثيون بصنعاء، خرجنا، ألف تحية لهؤلاء النساء.
وفي صنعاء، وعلى الرغم من التجديد الحاصل كما قلنا لكم على أي أنشطة مناهضة للحوثيين الذين يفرضون سيطرتهم على العاصمة منذ أكثر من سنة ونصف، قام مجموعة شباب ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر منشورات وصور من داخل العاصمة تحمل شعارات المقاومة. خلونا نشوف بعض هذه الصور. حال هؤلاء يقول: صنعاء يا حبيبتي، ستنكس رايات الموت من على أسوار وأسطح منازلك، وستزال شعارات الموت وتعود شعارات الحياة، شعارات اليمن الجديد، يمن الحرية والعدالة والمساواة. قريبا سيكتب على جدرانك: الناس سواسية، لا عبيد ولا سادة. ومن صنعاء إلى عدن تغر اليمن الباسم، تستمر بالابتسام بوجه الحياة لعلها تبتسم لها. وبعد أن محوا من على وجه مدينتهم ما كان يشوهها، يقومون فيها احتفالات ليعيدوا لها الروح التي لطالما عرفناها عنها. خرج المئات من أبناء عدن للاحتفال بمهرجان عدن السنوي، وهذه المرة في صهاريج عدن. جمعنا لكم بعض من صور المهرجان، خلونا نستعرضها. عدن الجمال، عدن الحياة. كثيرة هي الصور التي انتشرت للمهرجان بمواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الفيديوهات التي وثقت لحظات المهرجان وأجوائه المبهجة والرائعة. شوفوا معنا هذا الفيديو. وما زلنا بأجواء الاحتفالات. في 14 فبراير من كل سنة يحتفل العالم بعيد الحب. بعض اليمنيين احتفلوا بهذه المناسبة ولكن بطريقتهم الخاصة. أسمهان علي هي دكتورة من تعز، نقلت بعض من أجواء عيد الحب في تعز عن طريق منشور على صفحتها بالفيسبوك. نشوف منشور الدكتورة أسمهان وكيف احتفلت بعيد الحب. الدكتورة أسمهان كتبت: هكذا نحتفل بعيد الحب في تعز. وصلتني أجمل هدية في عيد الحب، هي عبارة عن محاليل قسم المختبر، كميات إسعافية. شكرا باسم الجرحى والكادحين للأيادي البيضاء، ملتقى أبناء الجند في ألمانيا. وشكرا للرائع دوما عصام عبد الحميد البتراء الذي قام بإيصالها من عدن. عيد الحب قيمة إنسانية وجمالية، وما زلت أنتظر الوردة الحمراء. ستصلك الورداء الحمراء يا دكتورة. ننتقل إلى منشور آخر على ذات الموضوع للناشطة صباح محمد، والتي كتبت أيضا عن الموضوع. نشوف صباح ماذا كتبت.
صباح كتبت: كثر الكلام عن عيد الحب وحلاله وحرامه، وأنا أقول الحب بين الناس شيء ضروري، ليس فقط حب فالنتين، ولكن حب الناس لبعضهم البعض مثل حب الأهل، حب الجيران، حب فعل الخير للآخرين. ولا بأس أن نقلد النصارى في السلوكيات الحميدة التي هم أصلا أخذوها مننا ونحن أهملناها، مثل الحب والرحمة والمودة وحب العلم والتعلم وغيرها. سأجد من يقول الحب طول السنة وليس في يوم. نعم، ولكن إذا كان هذا اليوم هو لتذكر من شغلتنا عنهم أمور الحياة، فلا بأس أن نذكرهم ونقول كل عام وأنتم بخير أحبتي. هذه صورة وردة أهدتني إياها بنتي بمناسبة عيد الحب، وقالت: أمي أنت حبيبتي، الحب هو علاقة سامية بين البشر. أعتقد أن صباح أوصلت الفكرة، بس لمجرد أن بنتها جات وعطت لها وردة حمراء وقالت لها: يا أمي أنت حبيبتي، هنا كان الاحتفال البسيط بعيد الحب ومعنى. كما قالت صباح: الحب هو أسمى المشاعر وأهمها، وأنا أضيف عليها: حب للتصحو من كل هذه العلل، ومن الحب إلى الكوميديا. وأحد أبرز فنانين الشباب والمبدعين الذين برزوا على الساحة الإعلامية مؤخرا الزميل زكريا الربع. زكريا وبرنامجه اليوتيوبي كالشينكوف يتحفنا بين الحين والآخر بحلقات جديدة، وهذا الأسبوع كنا على موعد مع حلقة التشكة. متابع. نشرة الأخبار من قناة المسيرة، البداية بأبرز العناوين. كوشكا تحصد 900 رأس صهيو أمريكي وعميل قبل انفجاره. مصرع الكولونيل نيكولاس بوتروس وجيمس بوند وبروسلي في عملية للجان الشعبية. تدمير 21 طائرة من نوع جالاكسي S4 في عملية نوعية للجان الشعبية. من العناوين إلى التفاصيل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بفضل من الله تعالى ودعوة الوالدين والقوم بحين، تمكنت اللجان الشعبية مسنودة بالجيش من إطلاق صاروخ توشكا فالوسي جي، انطلق صباح اليوم، حيث انطلق بسرعة جنونية إلى معسكر المرتزقة في مأرب. وتشير الإحصائيات الأولية إلى أنه سقط ما لا يقل عن 29 طائرة من نوع آيفون مطور يحمل رؤوسا نووية وكاميرا 5 بكسل وشاحن مجانا، وطائرات من نوع أباتشي و30 دبابة و41 طقما و24 عربة اتصال هي الأرقى عالميا، وقمرين اصطناعيين و39 رائد فضاء داعشي مرتزق صهيوني أمريكي. وتشير الإحصائيات الأولية إلى أن المرتزق من خارج البلاد بلغ عددهم 250 من بلاك ووتر و70 طيارا من أوروبا وأمريكا اللاتينية وبيزنطانيا وبريطانيا والنرويج وسريلانكا واليونان ويوغوسلافيا وبلاد الروس والحيمة الخارجية. كما تشير إلى أن هناك مرتزقة من ولأول مرة من يوغوسلافيا الشرقية جنوب اليونان قريبا من بني الحارث، حيث أفاد شهود عيان إلى أن الصاروخ وبعد إتمام المهمة قد انطلق من مأرب إلى الجوف، حيث دمر ما لا يقل عن 7 معسكرات بالكامل و10 بارجات بحرية.
ثم اتجه إلى شبوة حيث أدى صلاة العصر في أحد المعسكرات. ومن زكريا إلى زميلنا المبدع ضياء علي، فيديو كوميدي ساخر قام بعمله ضياء، وكان من أبرز الفيديوهات التي تم تداوله هذا الأسبوع بمواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف. علي عباس عفاش 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 مساكين هلا تعرف تقولون غلط، لا تتكلموا عن أصحاب المؤتمر، المؤتمر مؤتمر كامل موحد عفاش. أنا تعبت عفاش عفاش إذا كانت تقتضي المصلحة الوطنية العليا في اليمن، نعلي عبد الله الصالح يشوف المؤتمر. تعبت من السلطة 33 سنة وأنا حاكم. تعبت ماذا أعمل بهم؟ علي عبد الله الصالح، علي عبد الله الصالح ترك السلطة في 2011 طواعية، وكان سيرة حلو سيرة سنتصالح مع سيدي سنتصالح. سنتصالح ونتفاهم، وحيكون مصيرهم هؤلاء ذيك القاهرة وذيك السعودية مصير بيت حميد الدين. الرجال عاد عنده أمل يتصالح مع السعودية. بهذا الفيديو نختتم الفقرة، والآن نذهب لفاصل قصير ونعود، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد، ونكمل وإياكم فقرات البرنامج وإلى فقرة التشيفت. عيد الحب بين التقبل والرفض، بينما يعتبره البعض فرصة للتعبير عن مشاعرهم ونشر ثقافة الحب والسلام والوئام، يراه البعض الآخر تقليد دخيل على مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. فهل أنتم مع الاحتفال بهذا اليوم مع الحبيبة والزوجة والأم والأخت والمجتمع؟ وهل هي فرصة لنشر ثقافة الحب بدلا عن الحرب، أم أنكم ضد ذلك ولماذا؟ كان هذا هو التساؤل الذي طرحناه عليكم في صفحة البرنامج على فيسبوك في موضوع هذه الحلقة من التشيفت، ونستعرض الآن معكم أراءكم وتعليقاتكم. ونبدأ بتعليق لصفا الكوري والتي كتبت: الحب ملوش يوم ولا وقت، الحب ثقافة لابد ما نزرعها بيننا عشان يكفي حقد وحسد، الحب جميل. كان هذا هو رأي صفا. تعليق آخر لنصر العفيف والذي كتب: يحتفلون بعيد الحب ولا يعلمون ما هو الحب. عفوا، أريد أن أخبركم شيئا يا سادة، الحب الحقيقي ليس له عيد ويوم فقط بالسنة، بل هو كل يوم عيد. تعلموا ما هو الاهتمام الصادق، ما هو الوفاء، ما هي التضحية، ثم احتفلوا به كل يوم. يا نصر، احنا كنا نتكلم عن أنه مناسبة في السنة زي عيد الأم وهذه المناسبات. تعليق آخر لفراس كتب: الحب لغة لكل شيء، الاحتفال بيوم واحد في السنة يعني رمز تعبيري للحب ومقداره، فالاحتفال به يعطي اختصار لمعنى الحب والمشاعر تجاه الطرف الآخر، إذا لم يتقبلوا بالأمر فإنهم لم يتقبلوا بمفهوم الحب أساسا. تعليق آخر لسعيد القاضي كتب: الحب جميل، الحب أحاسيس، كل يوم وكل دقيقة يجب أن نعبر عن حبنا لمن نحبهم، ليس شرط أن نهتم بالحب بيوم محدد كعيد الحب ونقدم باقات ورد وهدايا باللون الأحمر لمن نحبهم ونهمل باقي الأيام. تعليق آخر لسوسن العريقي كتبت فيه: الحب لم يقرن ب24 ساعة فقط،
تصنعه الغرب للاحتفال بذاك اليوم وعمل ضجة عشان الحب زيه زي عيد الأم. الأم في دار المسنين ولها يوم واحد بالسنة للاحتفال بها والاعتراف بها والحين الحب. فالحب هو حياة لن نربطه بوقت محدد ولا نقيده بزمن معين. كان هذا هو رأي سوسن. تعليق آخر لأسامة الفهيدي كتبه: نحن كمجتمع يمني وشعب مسلم ننظر إليه من منظور ديني، وبالتالي فإن الاحتفال به بدعة ولا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، والحب ليس من المفترض أن يكون له يوم. حب الأم، الأخت، الأخ، الزوجة، حب تحتاج له كل يوم وليس يوم فقط. إذا كان هذا هو رأي أسامة الذي يقول أنه بدعة. يا أسامة، نحن لا نتكلم عنه من منظور ديني، نتكلم عنه أنه مناسبة لنشر ثقافة الحب والسلام عوضا عن الثقافة البائسة التي نعيشها حاليا. وأسامة بالمناسبة قام بعرض هذه الصورة التي انتشرت مؤخرا لرجل يمني يرتدي الزي اليمني التقليدي وهو يعطي بنت وردة حمراء. إذا كان أنت ضد هذا الاحتفال يا أسامة، لماذا قمت بوضع هذه الصورة الجميلة؟ وأعتقد أنها عجبتك. يعني دختتم الآن بتعليق آخر لمحمود كامل والذي كتب: لن نتطور ونحن ندور بين الحلال والحرام، أفيقوا. وختامه مسكنة مع محمود. وبهذا التعليق نختتم الفقرة، وإلى الفقرة التالية. في فقرة ديليت لهذا الأسبوع سنتناول وثيقة مسربة من الحوثيين، لكن خلونا بداية نشوف الصورة. هذه الوثيقة كما شفتم تظهر تزوير شيكات بمبالغ تصل ل 100 مليون ريال، متورط فيها رئيس اللجنة الثورية محمد الحوثي في صندوق الرعاية الاجتماعية، حيث توضح مذكرة ببلاغ رسمي بواقع التزوير رفعها المدير التنفيذي للصندوق إلى النائب العام عن تحرير شيك بمبلغ 89 مليون وآخر بمبلغ 6 مليون ريال من حساب الصندوق باسم أحد الأشخاص يحملان توقيعات مزورة ومختومة بختم الصندوق. المدير التنفيذي للصندوق قال إن أرقام الشيكات التي قطعت موجودة في عهدة رئيس اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي في الصندوق، وأنه تم تحرير مذكرة للبنك المركزي بعدم التعامل معها، كما تم تغيير الختم الخاص بالصندوق. كان هذا هو الموضوع الذي اخترناه لفقرة ديلت لهذا الأسبوع، والآن ننتقل إلى آخر فقرة واتش. في فقرة تاتش لهذا الأسبوع سننقلكم إلى كوكب اليابان. زميلتنا المعدة دائما ما تسمي اليابان بكوكب لأنه يختلف تماما عن بقية البلدان. الآن سننقلكم لتتعرفوا على عمارة الطريق، وهي عبارة عن نفق لطريق سريع يمتد من داخل عمارة مأهولة بسكان. كيف توصل اليابانيون لهذا الطريق؟ ستعرفون من هذا التقرير، نتابع. قديما كانوا يقولون إن الخط المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين، أما اليابانيون فلهم قول آخر فأقصر الطرق الإبداع. في مدينة أوساكا قرر اليابانيون شق طريق سريع لاختصار المسافة، لكن واجهتهم مشكلة برفض مالكي إحدى العمارات هدمها لأجل هذا الطريق. وبعد استنفاذ كافة المحاولات والطرق لإقناع مالكي العمارة بالهدم، توصل الطرفان لحل بديل اقترحته الشركة المؤسسة للطريق، وهو إفراغ 3 طوابق لإنشاء هذا الطريق. التحدي الكبير لم يكن بكيفية إنشائه، بل بكيفية مرور الطريق بدون اهتزازات وذبذبات داخل العمارة. وبعد العمل المتواصل والكثير من الإبداع، أنشأ اليابانيون الطريق دون مشاكل، ليصبح اسم العمارة عمارة الطريق.
إذن لها حق زميلتنا وئام تسمي اليابان بكوكب. بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، نتمنى أن نكون قد وفقنا بها وأن تكون الحلقة نالت استحسانكم وإعجابكم. لا تنسوا أن تزوروا صفحة البرنامج على الفيسبوك. وبالأخير هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من منتجة البرنامج إلهام عامر ومن كافة طاقم البرنامج. نلقاكم على خير في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.